بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الان والى الابد امين. نتابع مع بعضنا دراستنا في الملف رقم 87 ولا 86؟ ها؟ 86 اللي هو كنا بندرس، خلصنا مثل السامري الحنون، مثل السامري الحنون. النهاردة هناخد الملف رقم 86 بتاع النهاردة اللي هو لقاء مرسى ومريم بربنا يسوع المسيح، وبعد كده ناخد ملف تاني 87 ربنا يدبر ونخلصه. يقول الكتاب: وفيما هم سائرون دخل قرية فقبلته امرأة اسمها مرسى في بيته. القرية دي ممكن تكون بيت عنيا، لأن بيت عنيا هي قرية أو مسكن لعازر ومريم ومرسى، وقرية بيت عنيا هي فعلا قريبة من أورشليم. حتى في أسبوع الآلام كنا هنلاقي إن ربنا يسوع كان بالنهار من يوم اثنين البصخة، يعني بالنهار يروح يعلم في الهيكل في أورشليم، وبعدين بالليل يروح يبيت في بيت عنيا. فالقرية دي ممكن تكون هي بيت عنيا بلا يعني بلا شك كتير يعني. قبلته امرأة اسمها مرسى في بيتها، وكانت لهذه أخت تدعى مريم التي جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه. لما الكتاب يذكر هذا الكلام باين كده من سياق الكلمات ومن أخدان مرسى عليه، لما بتقول له يا معلم، هتقول له أما يهمك أختي تقوم تساعدني، فبنفهم أنه كانت في عشرة أو معرفة بيسوع بهذا البيت، لأنه طبعا القرية دي بالقرب من أورشليم، يعني معناها في اليهودية. واحنا عارفين ان ربنا يسوع المسيح في بداية خدمته بعد معموديته قبل ما يروح الجليل قعد في اليهودية حوالي 8 شهور، فممكن يكون في خلال الثمان شهور دول ربنا يسوع اتعرف فعلا على هذا البيت اللي فيه لعازر ومريم ومرسى. سياق الكلمات بيقول كده ان هو اول بيت استقبله دخلوا ببساطة لأنه كان معروف، فمرسى بتعرفه ومريم بتعرفه، وهما الاتنين يعني معروف حتى طبيعة علاقتهم الاتنين بالمسيح، واحدة تقعد عند رجليه والتانية تقوم تشتغل. قبلته امرأة اسمها مرسى في بيتها، وكانت لهذه أخت تدعى مريم التي جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه. وأما مرسى فكانت مرتبكة في خدمة كثيرة، فوقفت وقالت: يا رب، أما تبالي أن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ فقال لها: فقل لها أن تعينني. فأجاب يسوع وقال لها: مرسى مرسى، أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد، فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منه. كلنا نعرف طبعا كتير عن هذا الجزء اللي اتقرى علينا، وكلنا فاهمينه كويس قوي، ودايما يعني نتكلم على النصيب الصالح الذي لا ينزع منها، إنه مريم اختارت النصيب الصالح. وكتير مننا بيلوموا مرسى، بس في الحقيقة مرسى ما هياش ملومة إلا في جزئية صغيرة، وهي إنها بتضطرب. لكن في الحقيقة ما كانش ممكن إن مريم تقعد عند قدمي يسوع، أو مرسى كمان تيجي جنبها وتقعد عند قدمي يسوع وبعد شوية يسوع ما يلاقيش لقمة ياكلها، أو يقعدوا هما الاثنين عند قدمي يسوع ويسيبوا البيت يضرب يقلب ما يتوضبش.
فإذا هناك احتياج، هناك احتياج ان يبقى الاثنين يتوفروا في محضر يسوع، اللي يخدم واللي ايه يقعد عند قدميه يسمع. صحيح يعني مريم نقدر نصنف خدمتها او توجهها انه روحاني، ونوصف توجه مرسى انه دنيوي لانه بتشتغل، لكن في الاخر الاثنين لابد يكونوا موجودين. المسيح يحتاج دي ويحتاج دي، لان في خوف على مرسى انها تضطرب، ولما تضطرب يضيع حتى ثمرة جهدها في انها تعين او تجهز البيت. وفي خوف على مريم هي كمان انها يعني اندماجها مع الاتجاه الروحي ينسيها الاعباء او ينسيها المسؤوليات الايه الدنيويه. اذا مشكله مرسى لم تكن في الاهتمام، مشكله مرسى كانت في الاضطراب. ودي هي المشكله. لو انا حطيت في شخصي انا او اي حد فيكم، لو انا حطيت مريم ومرسى، فهلاقي انه احنا محتاجين نكون مريم ومرسى. لما هنروح بعد كده ليوحنا 11 اسف للوقا برضو، ونشوف معجزة اقامة لعازر، فهنقول ان احنا محتاجين نكون الثلاثة، لعازر ومريم ومرسى. هنشوف ان لعازر هو التوبة، إنسان يقوم من الموت معناه يتوب مهما كانت حياته صعبة في الخطية. وحنقول إنه مرسى تمثل حياة الخدمة ومريم تمثل حياة الخلوة. يبقى احنا محتاجين ايه؟ محتاجين ده ومحتاجين ده، ثلاثة في واحد يعني. فهنا احنا جوانا مريم وجوانا مرسى. مريم بتمثل حياة الخلوة والهدوء اللي انت بتعملها وتتقمص او تتوحد مع نموذج مريم، تقعد قصاد ربنا هادي تتأمل محبته، مش مشغول بأي حاجة خالص خالص جنبه. مفيش اي مشغولية جنب المسيح بتشغلك، انت قاعد بتسمع كلماته، فتح انجيله، بتكلمه، بتناجيه، بتتفرس في محبته، فرحان بأعماله. يعني دي متعة، دي اسمها الخلوة، اسمها المخدع. ده مطلوب، ومطلوب أيضا أنك أنت يعني إلى جوار هذا مطلوب أنك أنت تعمل، مطلوب أنك أنت تعمل، لأنه برضو المسيح عايز ده وعايز ده. وتعمل دي معناها أنك أنت تخدم برضو بيت ربنا، وتخدم ولاد ربنا، وتخدم بيتك، وتشتغل في العالم، وتخدم بلدك ومجتمعك. دي مطلوبة وديت مطلوب. العجيبة أحبائي إن النموذج بتاعنا في اللي أنا بقوله ده هو ربنا يسوع المسيح نفسه، لأن إحنا كنا نسمع إنه هو بالنهار يقول يصنع خيرا، يعني النهار على رجليه عمال إيه؟ عمال يلف، مش كده؟ أدي مرسى. وبعد كده نسمع إنه كان يقضي الليل كله في الصلاة. ده نموذج مين؟ ده نموذج مريم. حتى في أول الإصحاح اللي جاي اللي هو أول 11 هنلاقي كده مكتوب كده: وإذ كان يصلي في موضع، لما فرغ تقدم تلاميذه وقالوا له: علمنا أن نصلي. يعني أنت يا رب طول النهار شغال بتلف على رجليك، تصنع خيرا وتشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. ده مرسى. وبعدين الليل طبعا عشان في علاقة جوهرية بينه وبين الآب، فكان بيقضي الليل كله في الصلاة. فاحنا محتاجين نكون ايه؟ نكون الاتنين دول. والمنهج ده خدوه الآباء بتوع الرهبنة. يعني مفيش حاجة اسمها واحد بس ايه رايح يتعبد. يمكن فاكرين كلكم القصة بتاعة الراهب اللي اما راح الدير وترسم يعني، وبعدين بيقولوا له عايزين نوزع عليك جدول الشغل.
قال لهم انا جاي هنا اصلي مش جاي اشتغل. فراحوا لرئيس الدير وللربيطة قال لهم طب سيبوه في القلاية ما حدش يزعجه، كلفوش بحاجة يعني، فسابوه في القلاية بس وصاهم ما يدولوش اكل. فطبعا الجوع قرص يوم اتنين، فبدأ يخرج برا العيش. ايه الحكاية الناس دي ما بياكلوش ولا ايه؟ فاصطاد راهب معدي قال له بقول لك يا حبيبي هو الاخوة هنا ما بياكلوش؟ فراح قال لرئيس الدير، فكانت الرسالة انه يعني من لا يعمل لا يأكل. وقال له بقى ساعتها هناك احتياج، مرسى لمريم ومريم لمرسى، الاثنين مطلوبين، الاثنين مطلوبين. يبقى انا مطلوب انا اعمل كده، لانه احيانا كتير على فكرة تجي لنا شكاوى يقول لك الواد يا ابونا ولا البنت قافل على نفسه وسايبنا مش مادد ايده في حاجة خالص، لا البنت بتساعد امها ولا الواد حتى بيعمل مشوار. إذا هو كده بيتقمص او يتوحد مع شخصية مين؟ مريم. طب ومرسى؟ طب مين هتساعد امها في توضيب البيت والطبيخ وده 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 وده؟ مطلوب. يبقى مفيش حاجة اسمها يا ماما اصل انا بصلي، اصل انا مش عارف ايه، لا حلو كل حاجة يبقى لها ايه؟ يبقى لها نظام، يبقى لها نظام. وما كانش ممكن ان مريم تقعد القعدة دي عند يسوع الا وهي مطمنة ان مرسى شغالة. لكن دايما المشكلة في الاضطراب، الاضطراب. الاضطراب ده بان فين؟ بان من شكوى مرسى، ان بدأت نتيجة اضطرابها تحس بثقل الاعمال عليها وتحس انها مش قادرة لوحدها، فبتطلب من يسوع يقول له مريم قومي ايه؟ قومي ساعدي اختك، يعني قومي ساعد اختك. فطبعا ربنا قال لها مرسى مرسى انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيرة، ولكن الحاجة الى واحد. فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منه. كلام ربنا معناه انه يعني ما تخليش امور العالم تسحبك قوي من نموذج مريم، لان الحاجة الى واحد، الحاجة الى عشرة والى علاقة. واذا كنتم يعني بتجروا على اكل لقمة العيش، فانا علمتكم انه ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. يبقى اقل جهد، اقل جهد يدبر لي الحال يعني هيكفيني، بس في الاخر الاقي لنفسي الفرصة ان انا اقعد عند قدمي يسوع. كلمة اختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها ممكن تبقى على لسان المسيح، وممكن تبقى على لسان لوقا كاتب السفر، ان هو بيكتبها من عنده يعني، بس طبعا بارشاد برضه الروح القدس. يعني ممكن تبقى كده، ممكن تبقى كده، لانه معناها يتفهم انه خلاص احنا مش محتاجين لمرسى، واخدين بالكم؟ ساعات تتفهم كده، لكن لا، احنا بنفسر ونقول ان مريم تحتاج الى مرسى. عشان كده نلاحظ ابائنا الرهبان عندهم المبدئين، المبدئين الخدمه والخلوه على طول، وانت برضه لازم يبقى لك ايه هذا المنهج. يعني الحاجه الى واحد، فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منه. فاحنا نصالح بين الموقفين ونقول احنا نخدم ونتعب على قد ما نقدر وعلى قد ما هو مطلوب مننا في العالم شغل و و و و، بس يبقى بلا اضطراب وفي حدود لا اتخطاها عشان يتوفر ليا الوقت اللي اقدر فيه اقعد قصاد المسيح واتمتع بنصيبي الصالح. مرسى برضو على فكره ليها في النصيب الصالح، بس لما نعملها حساب مقارنه احتمال ان مرسى تخسره اكتر من احتمال ان مريم تخسره. ليه؟ لان مريم لازقه فيه، لكن مرسى مشغوله شويه ايه؟ مشغوله شويه عنده. وده يمكن اللي عمل في التدبير الكنسي، اللي عمل الافضليه بين الرهبان وبين العلمانيين، او بين الباتوليين وبين العلمانيين. وبولس حتى اتكلم في هذا الامر في كورنثوس الاولى 7،
وقال إنه يعني غير المتزوج أو غير المتزوجة تهتم فيما لله كيف ترضي ربنا، أما المتزوجة فتهتم فيما للعالم كيف ترضي زوجها. ودي لعمل الأفضلية، احتمال أن مرسى تخسر أكتر. ليه؟ المشغولية بتشدها، بتوقعها في الاضطراب، فممكن يعني إيه تأجل الجلسة عند قدمي المسيح، ما تحسش بأهميتها قوي، المشغولية تهربها من الجلسة ديت، ففي احتمال الخسارة. إنما طالما داخل دائرة الاهتمام بس وليس الاضطراب، يبقى احنا ماشيين صح. أمين. يبقى احنا نكون مريم ونكون إيه؟ ونكون مرسى يعني. ويمكن مرسى يعني في حتة أقولها لكم، إنه بعد شوية هنلاقي إنه المسيح راح بيت سمعان، سمعان الأبرص أو سمعان الفريسي، وده كان في بيت عنيا. ففي بعض الشروحات قالت إن مرسى كانت زوجة بيت سمعان ده، وكان سمعان ده مات، لأن سمعان الفريسي بتاع لقى 7 غير سمعان الأبرص اللي جاي في مرقس 13 أو 14. فقالوا إن ممكن تكون مرسى هي مرات سمعان، وسمعان ده مات، والبيت ده بيت مرسى أساسا وكان معروف، بس كانوا يسموا البيوت بإيه؟ باسم الزوج، يبقى بيت سمعان. وده بيوضح إن مريم ما كانتش متزوجة ومرسى كانت متزوجة. فمريم واخدة على إنها تفضي وقتها كخلوة لربنا، تقعد عند قدميه، ومرسى لأنها كانت أرملة وفتح بيت قبل كده وخدمت راجل، فبالتالي ايديها ايه واخده على الشغل يعني. انا بحاول بس اربط لكم الدنيا ببعضها عشان نعرف ليه مرسى هي اللي اهتمت بايه بهذه الامور مش مريم. ده محاوله لايه؟ لان احنا نجمع الدنيا كلها. الحاجه الى واحد لازم ده يكون اهتمامك، اهتمام مريم واهتمام مرسى. اهتمام مريم حياه الخلوه والمخدع، واهتمام مرسى ان انا اشتغل بلا اضطراب عشان اوفر وقت انا كمان واقعد عند قدمي يسوع. صحيح مش هقعد زي الوقت اللي قعدته مريم، لكن على الاقل هقدر انا كمان ايه اخد حاجه. يعني الاثنين يكونوا موجودين عندنا، حياه الخلوه والمخدع وحياه العمل، ولكن بلا اضطراب، بلا اضطراب. ده الملف بتاع مريم ومرسى.